بسم الله الرحمن الرحيم. فرض ان انا عندي مكنه مش موجوده في الميكانيكال كومنت، يعني رحت هوم ودخلت جوه الميكانيكال كومنت بقول له كرييت، ما لقيتش المكنه اللي انا عايزها، عندي حاجه سبيشال شويه وعايز ارسمها بالابعاد بتاعتها. طيب لو انا هبدا ارسمها من الصفر خالص، هروح للاستراكشر اقول له جريد عشان تساعدني في الرسم، تمام، وهقول له ايه كرييت، فهو بدا ارسم لي الحاجات ديت، تمام. في اي وقت اقدر اعلم عليه واقول له استراكشر اديت وعدل الارقام ديت، تمام، لو انا عايز ارقام مختلفه. طيب خلينا نرسم مثلا مكنه، طبعا المفروض معاك الابعاد بتاعتها عشان نرسمها، هندخل في الموديلنج، اقول له انا عايز ارسم مثلا بوكس او سفير او وات ايفر، اي حاجه انت عايز ترسمها، وليكن مثلا بوكس. خلينا مثلا المكنه بالشكل دوت، تمام، واقول له بدل ما هي وير فريم خليها لي رياليستيك بالشكل دوت. وطبعا اي حاجه انت عايز بقى تبدا ترسمها تضيفها براحتك خالص، تمام، يعني ممكن مثلا عايز تضيف حاجه بالشكل ده هنا زي ما انت عايز، كانك بترسم في الاوتوكاد 3 دي، تمام. هو مديك بعض الادوات تقدر ترسمها زي ما انت عايز بالشكل دوت اهو. طيب بعد ما رسمت حاجه بالشكل دوت، عايز ابدا احط احولها للميكانيكال اكويبمنت، تمام. احولها ازاي؟ هروح هنا الهوم واعلم على الشكل بتاعي، بالشكل دوت، وهروح اقول له هنا من اكويبمنت كونفرت اكويبمنت، يعني حول لي الشكل 3 دي موديل اللي انا رسمته، اي شكل انت رسمته، ل ميكانيكال اكويبمنت، وتدوس هنا بيقول لك نوع الميكانيكال اكويبمنت ايه؟ هي بتخرج عن حاجه من الحاجات ديت، اقول له مثلا خليها بام سيلكت، تمام، بيقول لي فين الانسيرت بوينت بتاعتي، بقول له خد الزر زيرو ديت، تمام، بيقول لي الديسكريبشن بتاعها، اقول له بامب فاير بامب مثلا، فاير بامب. طيب التاج بتاعها، تمام، هي إيه مثلا هتاخد اول حرف اللي هو البي، التايب كذا، النمبر مثلا 100، تمام، الصايب، تمام. ممكن تدخل في البروبرتيز وتبدا تظبط الاعدادات بتاعتها، التاج، السايز، الماتيريال، الايتم كود، الديزاين، الويت، كل الحاجات ديت. وممكن من تمبليت تحمل تمبليت يكون معمول قبل كده، تمام، يعني التمبليت يكون فيه المعلومات ديت موجوده جاهزه، او انت ممكن تسيف التمبليت بتاعك تقول له سيف كارنت سيتنج اس تمبليت، تمام، اي واحده. بعد كده دلوقتي اقول له ابلاي، اوكي. دلوقتي دي بقت ميكانيكال اكوبمنت، تمام، فليها نفس الخصائص. ممكن اقول له اد نوزل، تمام، زي ما شفنا المره اللي فاتت، تقدر تقول له النوع النوزل هتبقى عامله ازاي مثلا بالشكل دوت، والسايز وي 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 والحاجات بتاعتها، اللوكيشن بيقول لي انت خلاص حددتها يدوي، عايز تغير المكان بتاعها ولا لا، فممكن تختار اي مكان وتقول له كلوز. فلما تتعلم على المكنه ديت هتلاقي ان هو في مخرج منها تقدر ترسم منه البايب زي ما انت عايز. ممكن تقول له بعد كده الفيشن، وتقول له مثلا دي خليها 500 مثلا، وهكذا.